السلام عليكم. انا خويا كنت في دار في داري شويه فيت عند الوالد، قال ساعه كام جا الوالد قال لنا راه وقعت واحد الواقعه، راه بالله راه واحد الراجل قتل مراته وبناته ولاد قصر اسره كامله. فكنتفاجئ وانا حطيت داكشي اللي عندي هكاكم، مشينا كنجرب كنشوفوا البنت هربات بعدا، وحده جات هربات، وحده هذيك اللي ماتت مسكينه كطل من الشرجم كتقول عتقول الروح عيبط الله عتقول الروح ملي تيرا في مراته هي الاولى تجبدات البنت كتقول عتقول الروح ضربها بالزويجه كيصيد بها فهمتيني. صافي البنت هربات، المراه مجبده مراته، البنت هي ماتت، عنده بنت وحده اخرى ما عيداتش معاهم كانت في العروبيه. صافي اخويا هو اصلا ما ماتش في الاول، ما ماتش، مشاو يعتقوا الام والبنت ماتوا في البلاصه، هو قال ما ماتش كيعتقوه، اصلا هو كيقتل راسو كي ما ماتش. شويه كنتفاجئوا بشي ثلاثه السوايع ولا ما عرفت لها اربعه السوايع هكا، قالوا راه توفى صافي مات، يعني دا معاه السر ديالو وداكشي. كل واحد شنو تيقول، كانت عندو المشاكل مع مراتو، قال لك كان جا خطب بنتو شي واحد، خطب بنتو شي واحد شمكار وداكشي هكا، هو ما قبلش، هي بغاتو صافي. والمرا ديالو قال لك هزا معاه الضد عشان معاه السرعه المشاكل وداكشي. هادشي اخويا اللي كنسمعو والله يلطف بينا. الاجرام عندنا في هاد البلاد يا الصراحه تقال من زهير الله يرحمه كثر عندنا الاجرام، حيت كون كانوا كيطبقوا القانون كون كان باش تبقى عبره لاخر ولاخرى، واش فهمتي اخويا؟ يعني كثر عندنا الاجرام، كثر عندنا كل شيء، ولينا كنخافوا. الله يسر ولادك وليتي كتخاف منهم، الله يسر في هاد الله يلطف بينا وصافي. معروفين هنا عندكم في الدار. نعم؟ باش كان الاخ ديالهم مزيان الصراحه مزيان، الله يعطيها هي الله يعمرها دار، كدي ولادها للمدرسه وتجيبهم حتى هو ماشي يعني ما مريض ما حتى شي حاجه عادي، يعني داك الشيء اللي داه معاه ما عرفناش شنو. هذاك الشيء اللي كاين. والسلام عليكم والله. واخا شوف عاودي لي من الاول شنو وقع، عاودي لي من الاول شنو وقع، انت حضرتي تقريبا؟ لا انا ما حضرتش انا تاسك الخبار. عاودي لنا من الاول. حتى كان قبيله مسكينه الام ديالو كتعاود ليا كتقول لك لا راه المراه ديالو هي السبب مشكلة، عيطت لي الام ديالو، هذا مسكين اللي مات، الام ديال هذا اللي مات قالت لي ولدي رانا جايه لعندك، عيطت مع ولدها في بوق نازل قالت لي راني جاي عندك على البارح، قال لها شوفي يا الوالده ما تجي عندي ما نجي عندك، وزائد المراه ديالي ما غتستقبلكش. هادشي اللي قالت لي موت اللي توفى هذا اللي قتل مراته وبنته. صافي قالت لك قالت لي يا ولدي عايش كولدي نجي عندك، لا ما تجيش. هادشي اللي قالت لي الصباح ملي واليوم الصباح شنو وقع؟ صافي تاكا بدا كيضرب مراته بالزويجه، البنت كطول من الشرجم كتقول عتقول الروح، بلاصتي كتقول عتقول الروح وكتغوت تيرا فيها هنا، قالك المخ الناس شافوه المخ هبط لها في راسها. صافي البنت هربات، دات هربات عند الجيران، صافي وقعت الواقعه. شكون هو شنو دار مباشره؟ واش خسر راسو كامل؟ لا راه تيرا فيه موت تيرا في راسو، باهي صفاها اليوم وصفاها لراسو، واش فهمتي؟ الساعه ما ماش ديك الساعه دا، وقالك السبيطار عيطكو. صافي دازت ثلاثه السوايع مع ساعتين ونص، مول الامانه دا امانته. صافي هادشي اللي كاين. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.